ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الإخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألت أستاذنا وشيخنا الجليل عن مسلم يحرص على الطاعات ويؤدي العبادات ويكثر من الحسنات، لكن جيرانه منه يشتكون والمسلمون من معاملاته يتأذون، فهل تسبق حسنات عباداته سيئات معاملاته؟ وهل يغفر له أداء الفرائض والشعائر أذاه للناس والمسلمين؟ فأجابني شيخنا الجليل أن الأمر يحتاج إلى تفصيل، ولتكن حلقة اليوم للإجابة موعدا معكم إخوتي أخواتي في برنامج معالم الهدى. معنا ومعكم فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، أهلا بفضيلتك معنا. مرحبا، بارك الله فيكم، أهلا وسهلا. ودائما يكون التفصيل مع المشاهدين، يعني نسأل لكم جميعا في جلسة علم إن شاء الله متكاملة. ربنا ينفع بما علمنا جميعا إن شاء الله. في الحقيقة يعني هذا الموضوع يعني أصبح من الخطر بمكان، هناك ثقافة جديدة تغزو المجتمع المسلم، لها أصولها ولها تاريخها، ولا نعلم من أين نشأت، كل الإجابة ستكون عند فضيلتك. الكل مترصد لبعضه، الكل مترقب، هناك من يقول ويعلن أنت في مجتمع الغابة، إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، وإن لم تجهل يجهل عليك، وإن لم تتغدى بزيد تعشى بك، وإن لم تبادر بالسيطرة والهجوم ستكون ضعيفا. يعني من أين نشأت هذه الثقافة وما خطرها على المجتمع؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، كارثتنا الكبيرة أننا ندعي أننا نتبع المنهج والمنهج منا براء. المنهج مرتبط بالوحي، نعم، الوحيين، نعم، الكتاب والسنة. المشكلة أن كل واحد فينا وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، يعني يمدح الصحابة في امرأة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون يا رسول الله إن فلانة تصلي وتصوم وتقوم الليل وتتصدق ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال صلى الله عليه وسلم وأي خير فيها، هي من أهل النار. في صحيح بلسانها، بلسانها فقط، يعني هي مجرد إيذاء ظاهري، نعم، يعني لكن لم تخط في أعراضهم ولم تنقل ولم تكن نمامة، لا، دي مصيبة أخرى، أو دي مصيبة أخرى، نعم، سوف نأتي عليه. لكن كذلك أنها مجرد إيذاء باللسان. زمان كان الناس يتعاملون بالحياء، فإن لم يكن هناك دين فهناك حياء الخلق اللي هو يمنع الإنسان، زي يقولوا إيه، إياك وما يعتذر منه، مفيش داعي تعمل شيء وبعدين معذرة، يعني سبحان الله. فلما اشتكى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره، الرسول نصح نصيحة عجيبة جدا، قال له خذ متاعك وضعه على قارعة الطريق. أخذ الراجل متاعه وعلى قارعة الطريق. طبعا في مجتمع المدينة، المدينة الفاضلة، أن تجد إنسان ليس في بيته وضع متاعه، ده في أعظم الدول اللي أنا رأيته بعيني رأسي، الهوملس الذين لا بيوت لهم في أمريكا، في شيكاغو وفي هيوستن وفي وفي، سبحان الله، لا ماء ولا، ما فيش ماء ولا أحد يسأل عنه، سبحان الله. فالمدينة وكأنها رأت شيئا مرعبا، فكل من مر يسأله، يعني أولا هو إدارة الناس أن يعزل، ينقل من بيت لبيت، الجيران هيساعدوه، يعني إذا ما يسرعش الأمر هيضع المتاع على قارعة الطريق، ولا حد يسأل يقول الله إذا أصلا منتظر الأتوبيس ولا الحافلة ولا سيارة النقل، لم يكن موجودا، وإذا نقل من بيتها ينقل من بيت إلى بيت، أما يوجد وجلس وضع متاعه وجلس، فكل الناس تمر. لماذا هذا؟
جار يؤذين يدعون الناس لعنة على الجار. الجار وصله دعاء الناس. فكم الحياء الموجود راح استعطف جاره واستسمحه وحمل معه متاعه وأعاده إلى بيته. فدي لما يكون فيه مساحة ممن لهم خلاق. لكن لما الموضوع يستشري ويصير ظاهرة, يعني حتى الأب أحيانا لما يقول للولد إيه يا ابني خليك يعني فيك مسامحة مع زملائك, الأم تقول إيه لا 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 اوعى تعلمه زي ما انت تعلم زي اسلوبك في الحياه فعلا. انت اسلوبك في الحياه تسامح سامح لغايه ما الناس كلها تقول لا لا ده ان لم تصل ذئبا اكلتك تذئب والا سبحان الله الا جهلا يعني رجل عليك ارجع لضارب ولست مضروب والعياذ بالله اياك ترجع مضروب وبعدين لما 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 تنضرب ما ترجعش للشكي روح اضرب الاول طب نحن لسنا يعني احنا مش داخلين على تل ابيب نضرب مش ممكن يعني في القضيه ان ثقافة مجتمع بعيدة عن المنهج لا تنتظر خيرا. فمن أين أتت؟ أنت تسأل سؤال محدد من أين أتت؟ من أين جاءت من بعدنا عما في كتاب الله يعني الصحابة كان لهم منطق آخر في الحياة. احنا دايما ناخذ الخلف والسلف خلينا في هذين الصورتين المتناقضتين. تجد واحد مثلا زي عمر بن الخطاب يقول والله لا اسلام العباس ابن عبد المطلب احب الى قلبي من اسلام الخطاب. طب ليه يا عمر؟ حبيب ليه؟ قل لان اسلام العباس يدخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام, واسلام الخطاب يدخل السرور على قلبي, ولكن ادخال السرور على قلب رسول الله عندي اولى يا رب. طيب يبقى انا لما اوذي جاري انا اوذي من؟ اوذي رسول الله الذي اوصاني بجاري عليه الصلاة. هذا المرحلة وصلت عبر ليه لأن عبد الرحمن بن عوف جاي فشاف رجل وقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقفة طويلة فقال يا رسول الله كدت أن آتي لأنهر الرجل الذي كان واقفا معك. قال أرأيته يا ابن عوف؟ قال نعم يا رسول الله. قال هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الرسول انتظر من جبريل ولما تموت يا محمد الجار أحد الورثة خلاص. طيب يبقى اذا البعد عن المنهج جعلني اؤذي جاري فاذيت انا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اوصاني بايه بحسن الجوار. حتى الاغرب من الخيال ان في بعد الجار ان فيه جوار للنعم. جوار للنعم حسن جوار للنعم. يعني ايه حسن جوار للنعم؟ يعني انا ربنا انعم عليا نعمه تمام فلازم احسن جوارها. يعني ايه ربنا انعم عليها بمال؟ ان لم احسن جوار نعمه المال يحصل ايه؟ تذهب عني وقل ما تعود اليه. ان لم احسن جوار الاولاد الصالحين يعني يتمردوا ويذهبوا عني. ان لم احسن جوار الزوجه الصالحه او الزوج الصالح ده فيه يا ايمن الناس سبحان الله زوجات تعيش 30 سنه و40 سنه في 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 تحت يعني في 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 اطار الزوجيه وهي لا تشكر زوجها على صغير الامر ولا كبير بسبب وبدون سبب. طب لا اعرف اين احسان جوار النعم وتبكي بعدما يموت وتندم بعدما ولا تسحت من دم والعكس في رجال من يعني من طراز عبس وذبيان وسبحان الله العظيم لا شوف مجرد يعني احسان التعامل مع الزوجه والاولاد هذا ينقص من رجولته. فهذا اساءة يعني احسان جوار النعمه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشه فوجد كسره من خبز ملقاة على الارض فاخذها ونفض التراب عنها وقال يا عائشه حسني جوار نعم الله عندك. فما من قوم لم يحسنوا جوار نعم الله عليهم الا وزالت عنهم ثم لم تعد اليه. يعني كم من دول كان فيها الماء العذب الجميل ويجي لها سبحان الله بدون تعب فجاه عتت عن امر ربها. فالماء العذب صار ملحا اجاج وصار فيه ديدان وصار فيه حشرات وصار فيه مصائب وفيروسات. لماذا؟ لم تحسن الجوار. لم نحسن الجوار. اسرفنا في الماء فلم نحسن الجوار. نعم. ولولا البهائم لم يرزقوا ولولا الاطفال الرضع والصبيان ما نزل عليهم المطر من السماء. يبقى اذا القضيه ان احسان جوار النعمه. طيب انا عندي جار يؤذيني زوجه تؤذي صاحب عمل يؤذي ما الذي يجب ان يحدث؟
نحن عندنا صور منكورة وسيئة من يعني أنا أتخيل أن أحد الصحابة لو هبط فجأة إلى مجتمعنا لا شك في الأمر، يعني أشك أن يكون هؤلاء من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الصحيح أن أضرب لك أمثلة يعني عملية واقعية يعني كيف يكون الإيذاء. الإسلام من عظمته أنه راعى دائما الضعفاء، دائما الضعيف مراعى. شوف أول واحد الأب والأم لأنهم كبروا في السن، تمام؟ نعم. وبعدين راعى الزوجة لأنها امرأة ضعيفة، وبعدين راعى اليتيم، اتقوا الله في الضعيفين اليتامى والنساء. نعم. وبعدين راعى الأرملة اللي ليس لها عائل. نعم. سبحان الله العظيم، المجتمع الآن يعتبر المطلقة عبارة عن إيه؟ عبارة عن نهب لكل من هب ودب، لأن لا, لا, لا عائلة لها. وبعدين المجتمع لا يتخذ لها رب العالمين. فراعى الضعيف. وذلك أنت حتى في الطريق العام من حسن أدب الإسلام ومن المصالح المرسلة أن من الواجب السائر على أقدامه صاحب الحق الأساسي، من الواجب. وهذا هو المروع الوحيد في الشارع. هذا هو المخوف الوحيد، أنه صاحب الحق، وأنه صاحب الحق الأساسي، لأنه أضعف واحد مش على رجليه. يعني لا، وسائل التنبيه بتاع السيارات، وبعدين الدراجات، وبعدين بتاع الدراجات البخارية، وبعدين ركب الدابة، كل ده يروع من؟ يعني هو صاحب الحق. يعني سبحان الله، مجرد في الدول يعني مش نقول متقدمة التي ما زالت فيها الفطرة، مجرد السائر يضع قدمه تحت الرصيف تتوقف الحركة. طب أين نحن؟ ده في بعض الدول الإسلامية وعواصمها بالذات المزدحمة، انظر ساعة مغرب رمضان قبل المغرب بنصف ساعة. رمضان ماذا ترك عنده رمضان؟ هو يريد أن يصارع والغلبة للأقوى. فتعال إلى صور محددة من الإيذاء. كارثتنا أن الإنسان يؤذي وهو يظن أنه مؤذى. أنا اللي وقع عليه الضرر، أنا اللي وقع عليه الظلم، أدوا الناس ما إن كانش، سبحان الله. لأن عبد الملك بن مروان نادى على غلامه، يا غلام يا غلام، فخرج غلام أسود ويرفع عقيرته على أمير المؤمنين، كلما استرحنا ناديت يا غلام، كلما نمنا ألا ينام الغلام، ألا يأكل الغلام. الفطاطة عبد الملك رأسه، فقال الحاضرون فما شككنا أنه يرفع رأسه بأمر بقطع رقبته. فتبسم عبد الملك وقال إن حسنت أخلاقنا ساءت أخلاق الخدم، وإن ساءت أخلاقنا حسنت أخلاق الخدم، ولن نسيء أخلاقنا حتى تحسن أخلاق. ده اللي هو الحلم. نعم. اللي هو فقدناه، وده أمير المؤمنين يعني. وده لا نحن فقدنا مساحة الحلم الموجودة في التعامل. صحيح. من ذلك أنت لما تبتلى بزوجة لا تشكر، نعم، إن رأت حسنة كتمتها، وإن رأت سيئة أذعتها، أو جار، يعني هذه الصفتين متلازمين في الجار وفي الزوجة بالذات بعضهم يعني طبعا. فلما ترى حسنة تكتمها عنك، أنت رجل كريم ورجل مهذب ورجل لا تريد مشاكل ولا تريد أن تسير الحياة، لأن الحياة كلها مشاكل وكلها يعني عقبات وابتلاءات. فهذه الإنسانة سبحان الله العظيم من قليل لا تشكر ومن كثير لا تقنع. طب أنت مطالب بإيه؟ أنت مطالب يعني هتتصرف أحد تصرفين، يا ترد السيئة بالسيئة تتساوى في السوء بهذا بتسوء، يا إما أن تحسن إلى من يؤذيك والعفو قد يقتله. العفو قتال، ولكن أحيانا العفو قتال لأصحاب المروءة. يعني أنا لما أعمل فيك معروف وأنت صاحب وأهل المعروف وغير أهل المعروف، يعني قال العلماء اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن صنعته في أهله فأنت أهل فقد أصبت أهله، وإن صنعته في غير أهله فأنت أهله. أنت صرت أهل المعروف. ليه؟ لأن صناعة المعروف ملكة، الابتسامة ملكة، نعم، الغبطة فكرة. قال إن يعني أيها العابس، يعني إنما الغبطة فكرة جميلة، طب ما تعملها، يعني إنك لن تأخذ على التقطيب أجرة. سبحان الله، لا تكن مرا ولا تجعل حياة الناس مرة. طب أنت مرير يعني خلاص، يعني ما تخليك، خليك فعل لازم مش فعل متعدي كما يقول أهل اللغة. صحيح. خليك فعل يعني إلزم نفسك. فأنت مع هذه الزوجة تعمل إيه؟ لو تلمحت ثمرة الصبر على سوء خلقها تقول
سوف يعطيني الله مثلما أعطى أيوب على صبر. نعم، من صبر على سوء أخلاقه. نعم. وأنا لا أريد أن كل زوج قاعد جنب زوجته يقول الحمد لله أنا الآن أيوب. لا يا أخي، الله أعلم أنت أيوب ولا غير أيوب يعني. ربما هي التي تصبر على سوء. والعكس، والعكس نفس القضية. نعم. في أزواج والعياذ بالله رب العالمين أريد أن يعني والعياذ بالله يمتص دمها ومالها وصحتها وجهدها، وفي الآخر يقول لك والله هي مهمتها كده، يعني عملها يعني شغلتها كده عملتها. تعال إلى صورة سيئة تؤلمني شخصيا، صورة عقوق الأب والأم للأولاد، مش العكس. عقوق الأب والأم للأولاد. نعم. أصل الكل يتكلم عن عقوق الأولاد، عقوق الأولاد للوالدين. لا، أنا أتكلم عن عقوق على الأم. تضع ابنتها وابنها في حرج تحت بند العقوق، تقول لهم اشتريت لزوجتك كذا، أرست أمك، أرست الذي حملتك، أنا اللي ربيتك، هي ربتك، هي تعبت عليك، هي سهرت عليك، هي كانت معك أيام التعليم وكنت متعثر في الدراسة، كنت أسهر الليل والليالي، المهم المن جميل، هذا لا ينكر، وما ليس معنى هذا أن نشجع الولد على التمرد، لا، لكن لا داعي لأن تضع الابن أو البنت في اختبار، والإنسان دائما تحت الضغط يتولد منه الأخلاق اللي مش مطلوبة. ما هو يعني قال الأعرابي لزوجته ولا تنقريني نقرك الدف مرة، مش كل شوية طبعا في الآخر ملكة يعني أو قدرة طاقة إنسانية طاقة بشرية. فأحيانا الأم تتصل بها بنتها تسأل عليه، البنت يعني لها زوج ولها إطار حياة، وكارثتنا في الدول العربية أن الأم والأب يظنوا بعد زواج بنتهم أن ولاء البنت لهم، يجب أن يكون لهم، لا ولا راح لزوجها خلاص، راح لأولادها، تبعية انتهت. سبحان الله. إذا قال أبوها وأمها شرقي وقال زوجها غربي فلتغرب. نعم. إن تتهمي فتهامة وطني أو تنجدي إن الهوى نجده، يعني هيك. فالكارثة أن وانت ما سألت عليه بالأمس، والله يا أمي زوجك ما خلاص انتهت المسألة، تشعر البنت بإحباط، هي عايزة تبر. يبقى قال العلماء أعينوا أبناءكم على بركم، وده من إعانة البر. وما يا بنتي ربنا يبارك فيك، أنا مبسوطة أن أنت واخدة بالك من زوجك، واخدة بالك من بيتك. وبعدين طالما الأم لا قوة إلا بالله، يعني حياته تسعى، يعني إذا جاز التعبير يعني. فخلاص يعني مش عايزة خدمة، لكن هي عايزة كل تحت سبحان الله رقبتها، وبالذات الأم اللي كانت مهيضة الجانب أيام زوجها وكان زوجها قاسي، أول ما يموت تعوض هذا نفسيا لحالة نفسية في الأبناء، في الأبناء حب التملك، حب التملك. إن لم تأتوني يوم الجمعة كل جمعة أنا إن شاء الله غضبان عليكم إلى يوم الدين. إن كل أي أم من هذه أي أم، ده إيذاء مسلمين، ده إيذاء لمشاعر الأولاد. الأولاد إيه يبتدوا ده فيه أم بقدر الله برفع سماعة الهاتف، قدر الله الخطوط دخلت مع بعضها، اختين بيشتكوا من امهم، وامهم كانت على الخط كالرقابه للرصيف. انك انت تخيل يعني من كرم الله علينا جميعا انني لا اعرف عنك ما يعرفه ملك السيئات، وان الله سبحانه وتعالى ستير يعني يسترك ويسترني. فسبحان الله، هذه صوره زي ما سيدنا عمر قال له تعالى لما تعق اباك؟ قال والله امير المؤمنين اختار امه وعير بها وسماني جعران، اسم سيء، ولم يحفظني القرآن. قال عمر قولته الشهيرة: يا هذا للأب عققت ولدك قبل أن يعقك. العقوق عندك أنت. فلا بد أن نعين أبناءنا على برنا، لا بد أن نحتويهم من الصغر. لكن نتمرد عليهم الأوامر أوامر أوامر. طب بعدين وبعدين الولد عندما يكبر يعني إيه لعبه سبعا وأدبه سبعا وصادقه سبعا؟ يعني الأولاد اليوم أنا أرى أن يصادق من سن الخامسة، أصبح عنده فهم اللي عند الكبير. نعم. فهذه صورة من الصغر، هذه صورة من الصغر. عندك واحد مدير مؤسسة. يبقى إذا نحن تحدثنا عن الإذاء في بيوت الزوجية بين الزوج وزوجته والأبناء، وأيضا عن إذاء الجيران. نعم. الآن نتحدث عن صورة ثالثة. تعال المؤسسة الخارجية، إحنا قاعد البيت. نعم. قاعد البيت. ما إحنا عايزين نصلح المجتمع، يعني معالم الهدى. نعم. إحنا هنتكلم عن الإذاء وبعد الإذاء يعني سبحان الله. طيب تعال للمؤسسة. أنت دخلت في مصلحة ما. تجد المدير والعياذ بالله يعني يشعر انه هو بالعكس، ده انت عندما تبوأت هذا المكان انت صرت خادما للجميع. يعني صرت ولا بد ان تتواضع للجميع، ولا بد ان تسمع للجميع، ولا بد الا يقودك الهوى ان تعطي فلان لانك تحبه وتمنع فلان لانك لا تحبه.
تعطي فلان لأنه يتملقك كل صباح وتمنع فلان لأنه مجرد يسلم عليك سلام عادي. فالهوى هنا إن الهوى يعمي ويصم. نعم. فهنا أنت تؤذي الناس لأن إيه؟ لما تفرق في التعامل زي بالضبط التفريق في التعامل بين الأولاد، تفرق أيضا في التعامل بين الموظفين، تغرق قلوب الناس على بعضها، تخلي المؤسسة ليس فيها حب. نعم. والمؤسسة التي ليس فيها حب ليس فيها الإنتاج. داخل المؤسسة مؤسساتنا كلها إيه المشكلة؟ مصيبة النميمة، وهذه إذاء آخر. نعم. جوه المؤسسة. نعم. زي جوه العائلة. العمة تكلم على أولاد الأخ والخالة عن بنات الأخت سبحان الله. داخل المؤسسة في النميمة. نعم. سبحان الله. إن أسوأ الناس يوم القيامة من لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولهم عذاب أليم. المشاؤون بين الناس بالنميمة، الملتمسون للبراء العنت، وفي رواية العيب، العنت يعني المشقة. دايما يدخلوه في مشاكل. هو أيمن ده كذا كذا وسبحان الله. هم ناس بسطاء وناس ونياتهم صفية أو نايمين يعني ما بالهم دعوة تاني يتكلم عليهم بالسوء. فالنميمة هذه صورة أيضا من صور الصحافة الصفراء تنتشر في بلاد الغرب والتي تعلمها للأسف العرب والمسلمين. وإحنا عندنا قيم ومبادئ. نعم. عندنا قيم ومبادئ، الناس لا تخوض في أعراض الناس ولا تشوه صور الناس ولا سبحان الله العظيم. نعم. يعني ما قال له إما بينة أو حد في ظهرك. أنت بتتهم الرجل يجيب بينة يا من حدك. قال أمير المؤمنين عمر إذا رأى عمر أمير المؤمنين، أظن يعني ما عمر يعني مش أي حد، رجل مع امرأة يفعلان كذا يقيم عليهما الحد. الناس طبعا امير المؤمنين المشكله امير المؤمنين. قال علي امع امير المؤمنين شهود ثلاثه؟ قال لا. قال اذا نقيم على امير المؤمنين حد الفريه والبهتان. تفترى على عباد الله؟ هو انت عشان يعني ربنا بواك سلطه تم. فالنميمه هذه مش تهدم مجتمعات. انا عايز اقول لك شيء، انت تقول ان الامه قريبه ولا بعيده؟ الامه جد بعيده. انا عايز عائله مسلمه، عائله واحده يعني مش اسره، عائله سبحان ليس بينهم نمام او بينهم محبه وموده صعب، او يامن احدهم اذا زار احدهم الا يتكلف له. يعني هذا مصيبه. مثال ابسط، لما يجي اهل الزوج هيفطروا خلينا في رمضان عند 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 عند, 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 عند ابنهم، كم المجهود التي تعمله الزوجة نفسيا لاستقبال الزائر الغير مرغوب فيه سواء من قبلها او من قبل الواقع. هذا الكم دليل على بعدنا عن المنهج تماما. ليه؟ من واجب من حقوق الاخوة في الاسلام المنع التكلف والتكليف. الزوجة بتيجي قبلها باسبوع تحضر وتجهز وعرف ان ام زوجها تعيب على كذا وتعيب على كذا، وام الزوج مش سيدي تدخل بادب، لا. والاولاد مالهم مدللين زياده عن اللزوم كده. ده انا ربيتك على كذا وكذا يا سيدي. اولا حتى ان قالت يجب على الابن وزوجها يعني يوسع صدره. المراه كبيره السن دخلت في عمر معين، قد يكون عندها حسد ان ابنتها هذه زوجة ابنها سعيده وهانئه مع زوجها لان الولد فعلا مربى وطيب وكويس. نعم. وهي لم تشعر مع زوجها هذا الى ان مات وقد يكون غير راضي عنها والعياذ بالله رب العالمين. نعم. فهذه يعني التدخل زياده عن اللزوم وضع الانف في في في, في مساله اصحاب البيت. ما هذا اذى المسلمين؟ هو يعني اذى المسلمين لازم امسك اقتلك ولا اذيك بحديده؟ دائما حين نتحدث عن اذاء المسلمين لا تاتي الينا الا هذه الصور. نعم. صور، لكن هناك من الصور التي تفضلت بظهري ده اذاء النفس، ده اسوء انواع الاذاء. ده نعم. ده فيه وادي في جهنم اسمه وادي الحسرات. قال ربنا في سورة محمد كذلك نعم. يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال يوضح في هذا الوادي من يدخل على المسلمين نكد أو حزن أو يؤذي المسلمين. إذا المسلمين نعم. الراجل ماشي سبحان الله العظيم فلجي فرع شجرة نزل في شوك فقال أشيله من طريق المسلمين. قال الله له لما مات منعت الأذى من طريق المسلمين وأنا أمنع عنك الطريق إلى جهنم وأفتح لك طريقا إلى الجنة. تريد أن تقول شيء؟ نعم، يعني أريد أن أتوقف من أجل فاصل فقط، وإن كان الحديث ما شاء الله يعني كنا لا نريد أن يتوقف مطلقا، لأن هذه صور
يعني ما كنا نتعمق حتى نصل إليها. دائما حين نتحدث فعلا عن إذاء المسلمين نتحدث عن الضرب وعن المشاكل وعن المشاكل الظاهرة، قضايا المحاكم هذه، لكن الموضوع بدأ أعمق من ذلك، وهنا تأتي خطر هذه المشكلة. بعد الفاصل إن شاء الله نواصل الحديث مع فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي. معالم الهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى نحييكم، ومعنا فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. أهلا فضيلتك مرة أخرى، ونتحدث عن خطر عظيم يدهم هذا المجتمع المسلم، وهو إذاء المسلمين. وتحدثنا عن إذاء المؤسسة داخل المؤسسة الزوجية، وأيضا الجيران، ومؤسسة الوظائف والمهن، وهناك من صور الإذاء الكثير. لكن يعني دعني أسأل فضيلتك على نص حديث شريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين. نعم. إلى هذا الحد. نعم. 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 أولا إذاء المسلمين، فيه ناس يؤذوننا ويظنون أنهم يسعدوننا، ونحن سوف نأخذ من حسنات كثيرا يوم القيامة، لأنهم يهدمون ما نبني. ألا وهي دور الإعلام الهدامة. تظل تقول للولد في المسجد غض البصر غض البصر وما تبنيه، بس بعد والولد يبكي، يقول يا ربي الولد نقي صالح شاب يتقي الله يصلي ويتقي الله، وبعدين يروح يجيب له الشيطان لغايه امامه. سبحان الله العظيم، ولد يعني ضغطه زر سبحان الله يرى ما لا يرى، ما لا يجب ان يرى. فهؤلاء الذين يؤذوننا ويضيعون اوقاتنا ويسخرون بعقولنا ويريدون أن تنتشر الفاحشة في الذين آمنوا، يعني بالله عليك أليس هذا نوع من الإذاء؟ نوع أي نوع؟ طيب تعال إلى 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 صورة مؤلمة، وهي إذاء أولياء الله. من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. قال الإمام الشافعي: إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا ولي لله في الأرض. ولحوم العلماء مسمومة، وسوء خاتمة منتقصيهم عند الله معلومة. ليس هناك إنسان يؤذي عالما من العلماء أو يشوه صورة له إلا ونهيته والعياذ بالله رب العالمين سيئة، لأن دول ورثة الأنبياء. تعال إلى صور الإذاء اللي هو إيه، اللي هو أنا أتعالى عليك يعني أعمل بما أتيت. لعلها صورة قرآنية عجيبة يجب تفصيلها. سورة الكهف. ربنا بيضرب مثل: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. أظن صورة عجيبة من النعم. نعم. خلاص. وكان له ثمر، يعني كمان الحديقتان قد أثمرتا. خلاص فيها ثمر. قال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هكذا تقول الدول الغنية للدول الفقيرة. ولذلك يقول له: أنت البطاطا والذرة لو أنا رحت نزلتها للسوق سعرها ينخفض، يروح واخدها رميها في المحيط. لماذا؟ كي لا ينخفض سعرها. فتلقي أمريكا كل سنة 400 مليون طن من البطاطا، وسبحان الله البطاطس لكي لا يستفيد بها احد. لماذا؟ كي لا ينقص السعر. انا اكثر منك مالا واعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال الحضاره دي لازم تستمر. يا ابني ما فيش حضاره تستمر. لا لا لازم تستمر. وما اظن ان تبيد هذه ابدا. وما اظن الساعه قائمه. انا المهم الساعه ساعتي انا الان. انا الان سبحان الله. ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. كمان يعني يا كمان انا لما حسن ظن لا حسن ظن هو والعياذ بالله رب العالمين. ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. نعم. ان والله يقولون نحسن بالله الظن، والله لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. سبحان الله. الثاني المؤمن عنده قناعة، عنده يقين، لا يريد أن يرد الأذى بالأذى. طب أنا ممكن إيه من باب الحقد، طب أنا هعمل لك حريق في الحديقة بتاعتك. لا. أنا هسمم الأشجار بمبيدات سامة تقضي على لا أبدا لا أبدا.
قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وبعدين يقول له: لا، إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا فعسى ربي أن يؤتيني خير جنته، لأن الله غني وعنده خزائن لا تنفع، أو يرسل عليها إيه حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا. فبيذكروا بمهالك الدنيا، والدنيا كلها ابتلاءات، اليوم يعز من يشاء ويذل من يشاء، يحيي من يشاء يميت من يشاء، يغري من يشاء يفقر من يشاء، يسقم من يشاء يشفي من يشاء، سبحانه وتعالى الأمر بيده. فهذه قضية التوحيد والعقيدة اللي كنا نتكلم عليها بالحلقة الماضية. فسبحان الله، المهم أصبح صراء أحيط بثمره، خلاص نزلت الصاعقة أو الآفة بالليل، أصبحت إيه أعجاز نخل خاوية في خلاص لا ثمر، وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق بها، وهي خاوية على عروشها. بس ساعة الندم، هل نفعه ندمه ولا تسعة من دم؟ هذا صورة من إيذاء الناس، أنا غني أنا أفضل منك، سبحان هذه المصيبة، هذه صورة خطيرة من الإيذاء. سبحان الله. فيه صورة أخطر، وهي الأخ الذي يظلم أخته أو أخواته. سبحان الله العظيم، قالوا للأعرابي ماتت زوجته، قال الحمد لله جدد فراشي، أخذنا الناحية الثانية يعني. سبحان الله. قال قيل له: مات ولدك؟ قال عظم أجري. قالوا له: مات أخوك؟ قال قصم ظهري. ليه؟ لأن في كل أفراد فيهم عوض إلا الأخ. تجيب منين أب وأم مرة ثانية عشان يجيبوا لك أخ؟ طيب هذا الأخ الذي يجب أن يكون، وبالذات الأخ الأكبر، الأخ الأكبر عليه مسؤولية. أنا أتكلم عن عائلات المسلمين والعرب في من العراق إلى كازابلانكا وإلى جنوب الصومال، العرب وحدة واحدة يعني قطعة واحدة في التصرفات. الأخ أول شيء يعمله بدل ما يكون حنون على أخواته بعد موت الأب، تشعر الزوجة في بيت زوجها أن بعد موت أبيها لا احد يقف في باب الزوج المتهور، كان بيحترم عمه لو حماه يعني، اهلا يا عمي بارك الله فيك عادة امر به عمي، عمه مات له ابو زوجته، فمن لزوجتي بعد ذلك، من لبنت عمي هذه الا اخوها؟ اخوها هذا اول الاكلين لحقوقها، اكل ارضها واكل العمارة والشقق واكل الشركة واكل المحلات، وبعدين الام تشحن من خلفه. اياك احسن يروح للغريب. المال يروح اخوك اولى، اخوك اولى. لا لا لا، سبحان الله. ده بعض الامهات توصي للولد الذكر ان تعطيه الخواتم والمجوهرات خشيه ان بعد ما تموت زوجة ابنها تاخدها. استغفر الله. يعني سبحان الله، يعني ده دليل على ان الاسلام ما دخل القلب بعد. والله إن الإيمان إذا دخل إلى قلب العبد انشرح القلب وانفسح. قالوا: أمن علامة لذلك يا رسول الله؟ قال: التجافي عن دار الغرور والاستعداد ليوم الرحيم. هنا فهمت يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. ما دخلش. لأن لو دخل لن أؤذي. طب كيف أؤذي؟ ليه؟ لأن الأذى مرجعه علي أنا، الأذى هرجع لي. لماذا؟ لأن وتظن أن المؤذي هذا سعيد في حياته او منتصر؟ لا، ده منقبض صدره، عنده ألم نفسي، دايما شاعر ان الناس بتحقد عليه، وعنده حاجة اسمها وسواس قهري سموه علماء الناس، تسيطر عليه فكرة. ايه فكرة؟ ان اولاد اخويا يحقدوا على اولادي، واولاد اختي يحقدوا عليا، وانا عندي بيت كبير وهو عنده غرفة صغيرة، انا عندي سيارة فارهة وهو بيركب رجليه. طب يا سيدي والله ده انت راكب دماغك البعيد. يعني هو الذي زرع ذلك، هو زرع، فشجرة الحقد هذه تجعله ايه دايما في إيذاء، فحب ايه قبل ان يهاجم ويريد ان يشتري الناس بماله. يشتري الناس بجاهه بمنصبه. شوف أسوأ العباد عند الله من يكرم اتقاء فحشه. لا لا لا، دي اعطوه خليه يمشي، اتقي شره والعياذ بالله رب العالمين. يعني ويقال روي في الاثر ان العبد اذا كان عاصيا وقال يا رب، قال يا جبريل عجل بحاجة عبدي فإني أكره أن أسمع صوته. فهو لما يستجاب لدعوته يقول إيه؟
أنا أنا من الصالحين يا سلام. اللي هو الإيه والعياذ بالله الاستدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أو ده الاستدراج. فالاستدراج يأخذوا إيه؟ يعني هو مقيم على البلاوي والمعاصي وربنا يعطيه ربنا يعطيه. يدخل في مرحلة الإيه؟ الغرور. الغرور. فلما يغر بالله الغرور سواء الشيطان الإنس أو شيطانه هو نفسه أو نفسه الأمارة بالسوء يظن أنه خلاص ملك الدنيا بحذافيرها. فهنا تكمن المصيبة في أن المؤذي الذي يؤذي وهو لا يظن أنه يؤذي لا تفسده في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ها؟ نعم. فهذا الإيذاء كله يعني ما العلاج منه؟ لابد طبعا أن نسأل عن على العلاج، ولكن هناك سؤال. نعم. يعني في مجتمع الإسلام الأول وهو مجتمع القدوة والنموذج لنا، صور الإذاء التي كانت موجودة فيه بالتأكيد أنه ليس مجتمعا كاملا متكاملا، بالتأكيد فيه صور من النقص والعيوب. ما هي هذه الصور حتى نفرق بين هذه الصور وصور الوقت الحالي، وكيف عالجوا صور الإذاء فيما بينه؟ صور الإيذاء في مجتمع السلف كصور الإحسان في مجتمعنا. يعني نعم والله. يعني أعراب صحابي بعد فتح مكة نام مستريح تحت شجرة. فالصحابة حبوا يهزروا معاه مدعبة فرحانين بالنصر وكده. فسحبوا السيف من جنبه. ويعتبر الرجل على جبهة القتال لأن فتح مكة قد يحدث أي شيء مفاجئ. استيقظ الرجل مرعوبا. فلما لمحه النبي صلى الله عليه وسلم قال من روع مؤمنا روعه الله يوم القيامة. هذه مدعبة. هذه اعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم صورة من صور الإذاء. لا تؤذي المسلمين. هو ده أذى المسلم. نعم. سبحان الله. من رفع على أخيه حديدة. والعياذ بالله ليخوفه بها لن ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا مجتمع الإذاء. مجتمع الإذاء أبو حنيفة يجي له أو روية في الأثر تقريبا يمكن حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل لما اشترى البيت ووجد فيه جرة من الذهب راح للبائع قال خذ يا عم جرة الذهب دي. قال لا ليست لي. قال يا عم ازاي ده انا احفر بئر في البيت وجدت الجرة. قال لا انا ماليش دعوة. ذهب إلى القاضي تقاضيا إليه. فحكم القاضي ان انت لك ولد قال له انت لك بنت قال طيب زوجوا ذا من ده سبحان الله يخرج من اصلابهم صالحين وصالحات. هذه صور الاذى واحد يعني سبحان الله. فالقضيه ان سبحان الله سهل بن عبد الله كان له جار يهودي فكان محول عزك الله المجاري ها صرف الصحي على بيت سهل. فسهل بعد ما ينتهي قيام الليل يحمل الاذى ويحمله خارج البتاع ويسال. المهم فلما مرض سهل مرض الموت أرسل إلى جاره اليهودي قال تعالى أنا كنت أصبر عليك لكن احتمال أولادي لا يصبروا بعد موتي فأنا بس أقول لك يعني حفاظا عليك سد الإيه سبحان الله العظيم. هذه صور الأذى. صور الأذى. أبو ذر واحد يقسم عليه بالله في المدينة أنه يجي يأكل عنده في البستان يجيب له قطف عنب ويقسم على أبي ذر أنه يأكله كله يأكله. في اليوم الثاني يجيب بعد العصر والله يا أبو ذر تعالى وإذا دعاك أخوك فلبي. مرة ثالث مرة أبو ذر قال كل معي. فصاحب البستان يضع حبة من العنب فلا يستطيع من مرارتها وحموضتها. قال أبا ذر أتأكل من هذا من أول يوم؟ قال من أول يوم. ولما لم تخبرني؟ قال ما أردت أن أوذيك بأن أقلل من درجة كرمك معي. الله الله. هذه صور الإيذاء. هذه صور الإيذاء. هذه صور المحاسن. أين لا توجد. هذا يعني سيئاتهم إذا فرض أنها سيئات هي حسنات. يعني حسنات الأبرار سيئات المقربين. نعم. فهذا في السلف. نعم. أما الخلف فهم انفلتوا عن المنهج. يعني هو طالما أنا أصلي وأصوم فأنا خلاص القضية منتهية. وأنا قلت لك في أول حلقة وأقول دائما أن هذا جزء من 62 جزء من دين الله. فهذا الأذى مش يعني التحدث عن يعني عن 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 الخوض في أعراض الناس يا أخي تدخل الحزن على الناس ليه؟ طب بالله عليك أنت لما أتكلم عليك وروح أولادك المدرسة صحيفة كده كاتبة كلام سيء والله مش أبوك وكذا وكأن هذه الصحيفة الناس لشرها تظن أنها مصحفا نزل من السماء وكلامها مصدق. فليتق الله صاحب القلم وليتق الله صاحب الإعلام وليتق الله صاحب القرار وليتق الله كل إنسان فينا. ولكن هم يوجدون مبررات. يعني كل صاحب أذى يوجد مبرر لنفسه. يعني فكيف يخادعون الله وهو خادعه؟ طب ما يبرر براحته.
نعم. لكن الحق ايه ابلج وله مقياس واحد نعم. ولا تتعدد يعني سبحان الله يعني ايه يعني لابد من بينات محدده بعدين ما الفائده التي اذا نشرتها طب وبعدين يا اخي نعم. اين 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 امه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ها النصيحه على الملأ فضيحه الله ما هو اتهام الرجل ياتي في الصفحه الاولى وتبرئاته تاتي في الصفحه الوفيات بعد ان يموت نعم ولا ايه من يقول هذا الكلام نعم. سبحان الله وبعدين الله ان امراه دخلت النار في هره مش في عرض انسان نعم. مش في قيمه اسره مش في عائله يا اخي يجب ان نتقي الله سبحان الله اثارت الشائعات على الناس طب ما الذي تستفيده يبقى اذا مع قله العبادات وقله اداء الشعائر ممكن اذا احسن الانسان اخلاقه مع الناس ولم يؤذي المسلمين الله يعظم اجره الله الله اكبر على عكس ما فهمنا عن نحن نفهم ان كثره العبادات ما طب ما كثره العبادات اقول شيء نعم ولا تكون كالتي نقطت غزلها من بعد قوه انكاثا يعني نعم. يعني لو انا بنيت برج 50 طابق نعم فانت دخلت البرج او العماره هذه البنايه دي الله ما شاء الله لا قوه الا بالله خلاص عجبتك هدي يا ولد هات المقاول هد هتقول عليه ايه مجنون صح ولا ده انسان غاب عقله صح طبعا. الصلاه الزكاه الصدقه قيام الليل صلاه التراويح التقرب الى الله كثره الاستغفار الذكر ده ايه طوابق 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 بقى بنايه نبني بنايه حسنات وبعدين اذا غيبه نميمه خوض في اعراض اكل مال حرام اخذ ملاحق سبحان الله سبحان الله ده ايه سيئات يعمل ايه في البنايه يهدم السيئات ممكن ان تذهب الحسنات هناك نوع من السيئات ممكن ان يذهب الحسنات ما مقصه نعم مقصه مقص يوم القيامه انا بالظبط انا نعم. انا عملت ايه حسن خلينا بالارقام لان في عالم الارقام للاسف نعم. عشنا في عالم حتى اولادنا يفهموا بالذات الطلبه والطالبات وكده نعم. انا عملت 1000 حسنه عملت 7000 سيئة ها يبقى الدين ولا مدين 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 بكام فروق 6000 نعم اقسم دي من دي صح ولا لا نعم. هي كده يوم القيامة سبحان الله يعني الاعرابي جاء الى المدينة قال له علمني الاسلام يا محمد ابا ذر قال له نعم قال له علم اخاك الاسلام ابو ذر بدي عليك عشان يعلم الرجل الاسلام انت لو هتاخد واحد تعلمه الاسلام تقول له ايه روغ تاسل وقواعد الغسل ومبطلات الغسل ونواقض الغسل واركانه وسننه وبعدين الصلاه وفرائضها ومستحباتها وسننها تمام وبعدين عليك زكاه اخذ ابو ذر ماذا قال هذا التلميذ المحمدي ها قرأ عليه سوره الزلزله اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقال الى ان قال فمن يعمل مثقال قال ربنا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى استعبر الاعرابي الاعرابي لما يبكي ده يعني ده هو اصلا جامد العواطف نعم بكى الاعرابي ايزن ربنا بمثقال الذرة يا ابا ذر يعني ربنا يعني في الخير بالميزان وفي الشر بالميزان قال نعم قال كفاني تعليم يبقى ده اللي ايه اللي امن قلبه هو ده اللي امن قلبه فلما اخذ الكلام البسيط او الكلام الواضح مش الموضوع مش حاسس شيء لما الرجل صلى خلف ابي حنيفه وبعدين وابو حنيفه يخطئ يقول ايه والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله اخطا ابو حنيفه والله غفور رحيم الاعرابي رد والله عزيز حكيم فابو حنيفه جعل الصلاه جزى الله خيرا من ردني قالوا انا فرح الاعرابي انا ارد على ابو حنيفه عالم العراق فقال اتحفظ القران قال لا اتحفظ السوره قال لا أتعرف الآية؟ قال أول مرة أسمعها الله أكبر وما الذي يعرف القرآن؟ قال لو كان نهاية الآية غفور رحيم لما حكم على السارق بقطع اليد لكن لما عز في عريائه حكم على السارق بقطع عز فحكم الله عز فحكم هذا هو الفهم نحن كما قلنا في حلقة سابقة إلى قليل من الأدب أحوج إلى كثير من الأدب نحن أحوج إلى رقة القلوب وعدم إيذاء الناس يا نعم. معشر من آمن بلسانه ولم يدخل نعم ما دخل لم يدخل ولم يمر نعم لان ما هي تصرفات نعم يعني التصرفات تدل على ايه يعني يعيش هذا المؤذي سنين عمره طويله وهو لا يعرف انه على غير الاسلام وان حج وصام نعم وان حج وصام نعم وبعدين ثم بعد ثم بعد
نعم. سبحان الله. نعم. يعني أخشى أن الوقت يعني يدهمنا وتنتهي الحلقة، لكن يعني في الحقيقة صور كثيرة ومرعبة ونريد أن نعرف أيوة. من أين نبدأ طريق التوقف. الهدى ومعالم الهدى، التوقف عن الإذاء، وكيف ننتهي عن هذه العادات السيئة في كل المؤسسات. أول شيء أعلم أن إيذاء المسلمين سوف يضيع كل ما أصنع من حسنات. إذا أنا كل إيه التي نقضت غزلها من بعد قوات أنكاثة، بعد ما عملت الغزل راحت فكت الخيط، حتى لو كانت مثل جبال تهامة سوف يأتي أقوام يوم القيامة لهم حسنات كجبال تهامة. نعم. من حسنات فيوقفهم الملائكة في صفوف أهل الجنة، يقول الله أوقفوهم في صفوف أهل النار، يا ربي إننا، قال أنتم كنتم رقباء على ظواهرهم وأنا كنت الرقيب على بواطنهم، ما أرادوا بما صنعوا وجهي، ما أرادوا بما صنعوا. نعم. يقول لك بناء على تعليمات السيد المدير، نفذنا القضية، تسأل المدير إيه الجمال اللي أنت عملته، بناء على تعليمات سيد وكيل الوزارة، وتروح للسيد وكيل بناء على تعليمات معالي الوزير، وتروح للوزير يقول له معالي الرئيس يا أخي اتق الله. يعني الى اين نذهب؟ ده ابو هريره لما عمر حاسبه قال له من اين فشت لك هذه الفاشيه يا ابن ام هريره؟ فسب عبد الرحمن بن ابي صخر يا ابن ام عبد الرحمن، قال من تجاره يا امير المؤمنين؟ قال لا يتاجر الوالي، انا معينك والي لا تتاجر. نحن ما اتهمناك يا ابا هريره، عد الى عملك. قال لا. قال لما؟ قال لا اريد، والله لا اري لك عملا الى ان اموت. فعمر زي ما يكون ايه يعني هجم على ابو هريره هجوف عايز زياده. قال يا ابو هريره اتتركوني وحيدا احملها؟ قال انت الذي انا مهلا. قال وبعدين يلين قلبه، قبلها يوسف. يوسف قبل الايه؟ اجعلني على خزائن الارض. قال يوسف نبي ابن نبي، كريم ابن كريم، ابو هريره رجل ابن امه. اذا صنع شيئا يهتك عرضه ويشتم ماله ويشتم، والله والله اقلنا والله لا اري عمل. قال ابو هريره شوف. نعم. شوف الذمه الماليه لما الانسان لما يكون الايمان داخل قلبه. نعم. الايمان داخل قلبه. فطيب اول مصيبه ان حسناتي ضائعه. ودي كارثه. مهما قدمت من حسنات نؤكد عليها فقط. لا مهما قدمت. نعم. الامر الثاني انه صار لكل واحد من الذين اذيتهم حقا عندي. في حقوق عندي انا سوف اؤديها، بس اؤديها كيف يوم القيامه؟ بالحسنات. الحسنات وياتي وقد شتم هذا بس خلاص يبقى المفلس. الامر الثالث. الامر الثالث ان سبحان الله العظيم انت ارتكبت المنهي الذي نهى رب العباد عنه. الامر الذي بعد وما اتمرت باوامر الله الا تؤذي المسلمين. نعم. فاذا ادركت كل هذه القضيه تسارعت وسارعت الى ان تتوب الى الله سبحانه وتعالى. وأنا عايز المشاهدين والمشاهدات الآن يقرر كل واحد منهم أن يحاول أن يبحث من الذين أؤذيهم، ولا يقول في نفسي أنا أؤذى من جميع الناس أو لا، أنت يبدو أنك تؤذي جميع الناس. راقب نفسك، راجع حساباتك قبل أن ينتهي الشهر الكريم. لو خرجنا من هذه المدرسة دون أن نتوب من إيذاء المسلمين فما أظن بعد ذلك أن الإنسان سوف يتشجع على التوبة. فضيلة الدكتور جزاكم الله خيرا، وأنا متأكد أنه كان هناك صور كثيرة ولكن الوقت لم يسعنا، إن شاء الله نواصل الحديث عن يعني قضايا أخرى ومعالم أخرى من معالم الهدى في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. وهكذا كان الجواب الشافي على لسان فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي. نلتقي إن شاء الله في الحلقات القادمة، وكل حلقة لها موضوع محدد، فنرجو أن تكونوا معنا بإذن الله تعالى. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالم الهدى.